إن من جملة الصبر الصبر على المصيبة الذي فيه كفارة خطايا ورفع درجات، كالصبر على الفقر، فالذي لا يمد يده إلى الحرام من أجل الفقر بل يصبر فله أجر عظيم، والذي كان في سعة وغنى ثم افتقر إن صبر ولم يمد يده لجلب المال من حرام له أجر كبير، يمحو الله عنه الخطايا ويرفعه درجات. لكن بعض الناس إن أصابهم الفقر يمدون أيديهم إلى الحرام، هؤلاء هلكوا. الصبر أمر عظيم وفيه خير كثير، الصبر عن المعاصي هذا شديد، والصبر على مشقات العبادة ومشقات الفقر وعلى أذى الناس هذا أيضا فيه فائدة للمسلم الذي يكون في الدنيا متقلبا في الراحات من غير أن يصاب بالبلاء، قليل الخير في الآخرة عند الله. فالذي أراد الله به خيرا يبتلى في الدنيا. وفي صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. معناه الصبر عطاء عظيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين.